فاكر ان اخطر مكان في خريطة الهضبة الشمالية هي فندق الهضبة، فانت اكيد غلطان. في التحديث الجديد فكرك هيتغير عن الهضبة الشمالية. اماكن الزبون اللعيبة او نزول اللعيبة اتغير اماكنه، واماكن الخروج اتضاف عليها اماكن تانية. يا رجالة اهلا بكم في عالم ارينا بريك اوت. اهلا بكم شباب في فيديو النهارده عن الهضبه الشماليه. انا كنت اتكلمت عن ثلاث اضافات قبل كده، لكن كنت سايب الرابعه للاخر، والاضافه الرابعه وهي محطه العربه المعلقه، وده من اخطر الاماكن اللي انت ممكن تقابلها في خريطه الهضبه الشماليه. مكان رهيب جدا جدا. طبعا المكان ده موجود جنب محطه الحافلات، وده يمكن انت تعودت على مكان قديم كده زمان، اللي هو المكان اللي بيبقى جنب محطه الحافلات ده، اتغير خالص بقى شكل حاجه تانية ومسمى تاني بتنزله تحت الارض. دلوقتي اوريهولك انا طبعا محددت العلامه، لان طبعا اماكن الريسبون والنزول اتغير بقى اماكن شين، في اماكن كتيره اتضافت تانيه. زي ما قلت لك قبل كده كان في ثلاث اماكن اتضافوا زي المعسكر اللي قدامنا ده، وفي كمان محطه المراقبه، وفي كمان جنبها الكافيتيريا. فدي برضو كل دي اماكن الثلاثه دول جنب بعض في مكان واحد. طبعا في المكان بيتغير، انت بتنزل في مكان، وكمان حتى اماكن الخروج بتتغير برضو في الهضبه الشمالية، او اضافت عليها برضو بعض الاماكن الجديدة اللي اتعملت موجودة. يعني في محطة العربة الناقلة اللي احنا هنروح لها دلوقتي برضو بقى فيها مكانين اللي انت تدخله، او احلى مكان انت ممكن تعمل منه خروج هي العربة الناقلة. العربة الناقلة بالمسمى الحقيقي، عارف انت في لبنان مش في عربة كده ناقلة بتمشي بين الجبال، بين جبل وجبل؟ هي دي العربة الناقلة، ده المسمى الحقيقي لمحطة العربة الناقلة. بعض الحاجات الخفيفة كده اللي انت ممكن تلاحظها في التحديث الجديد زي البوتات، والبوتات طبعا حركاتهم اتغيرت وشكلهم اتغير واصواتهم اتغيرت، يعني في حاجات كتيرة كده هتتلاقيها. وحتى برضو الخزنة نفسها اتغيرت، برضو في خزنة بتفتح لمدة 60 ثانية وبتطلع صوت عقبال ما تفتح الخزنة، وبنت بتستناها بقى لما تعد وتفتح الخزنة بعد كده. في هنا مفتاح مهم جدا برضو لو لقيته ان شاء الله، ده مفتاح غرفة الحراسة، وده مفتاح الميناء، خريطة الميناء البحر. المفتاح ده يا جماعة ده الباب الخلفي اللي بيدخلك على مكتب الإدارة، اللي هو أخطر مكان على طول بدون ما تعمل أي صدمات من بره. ده مفتاح مهم جدا، طبعا ده اللي بيلاقيه يمسك فيه ما يضيعوش. طبعا بعد مشوار طويل وسرعات قديمه ملناش دعوه بيها، طبعا احنا وصلنا في الاخر خالص للمكان اللي هو المحدد، اللي هي محطه العربه الناقله. المكان ده منقسم الى اثنين، عندك في جزء يمين اهوت وجزء كمان شمال، مبنيين جنب بعض. المشكله مش اللي انت شايف المبنى من فوق، ده في تحت الارض، انت بتنزل له تحت الارض كمان عشان خاطر تركب العربه الناقله، فدورين تحت الارض. ده المكان طبعا انت متعود عليه، اللي هو ده على فكره انا واقف كده في محطه الحافلات، يعتبر محطة الحافلات في ظهري، فانت المكان ده اتعودت عليه بشكل مختلف، ده شكل تاني خالص غير المكان اللي انت اتعودت عليه. الموسم التاني هيبقى جامد جدا غير اللي انت اتعودت عليه في الموسم الاول. عايزين برضو ندي الملاحظة المهمة، ان انا شباب بلعب لسه برضو نسخة بيتا، فانت الموضوع زي ما انت شايفه كده هادي وجميل ومفيش فيه اي حاجة. طبعا كام بوت على بتاع، طبعا البوتات هنا قليلة، ممكن تلاقيهم مرة كده باكتر، لكن مرة تلاقيهم قليلين، لكن دي طبيعة النسخة البيتا. لكن طبعا النسخة لما بتنزل بشكل رسمي الموضوع بيتغير خالص، البوتات بتلاقيهم بوتات فعلا موجودين، وممكن تلاقي البوس موجود في المكان ده على حسب، يعني مش شرط يكون موجود في الهضبة، ممكن تلاقيه في المكان ده، والبوتات بتبقى جامدة جدا. طبعا الاماكن هنا في اماكن محتاج منك مفاتيح، فانت طبعا عشان تفتح دي اول مكان على ايدك، يعني تفتح الباب تلاقي على طول جنب منك خزنة على طول، بس ده محتاج منك مفتاح برضه. وفي خزنة تانية برضه مهمة جدا، بس دي تمنها حوالي 500,000 كوين، محتاج منك ان انت تشتريها برضه، دي موجودة تحت خالص كده لما ننزل لها دلوقتي.
صاحبي بقى المكان. انا بحاول طبعا اوريكم شكل المكان عشان ان شاء الله برضو تبقى انت تتعود عليه اول لما تنزل ان شاء الله التحديث الجديد وتحمل النسخه وتدخل على طول تلعب الهضبه. بص بقى يا سيدي المكان شكله عامل ازاي. المكان جامد جدا يا شباب. تخيل نفسك انت بقى هنا في اسكوادات وفي لعب وفي حركه. الموضوع بيبقى كبير قوي 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 يعني فوق ما انت تتخيل. المكان فعلا بيحتاج اللي انت لازم تدخله على طول عشان تدرس المكان اللي فيه، لان في طبعا زي ما قلت لك في مكان تنزل له تحت الارض. يعني انت شايف الوضع من فوق، يعني بيبقى في حروب من فوق وحروب من تحت والموضوع بيبقى جامد جدا. المدخل اللي تحت طبعا في حوالي دورين تحت الارض. يعني انت بتدخل المكان ده طبعا بتتفقده، طبعا في اماكن طبعا بتعمل فيها لوت والكلام ده كله، لكن انت لسه بتنزل. يعني انت بتشوف هنا وبتنزل تاني تحت، فالموضوع يعني جميل بصراحه. ده شباب بقى اللي هو مكتب تذاكر العربة المعلقة. ده طبعا المفتاح هنا غالي شوية، ده اكتر من 500,000 تقريبا علشان تجيب المفتاح ده. طبعا يعني في حاجات قيمة جدا، فطبعا عشان هو كده المفتاح غالي في حاجات كويسة جدا. طبعا لسه في دور تاني تحت زي ما انتوا شايفين كده، في دور تاني تحت بتنزل له. وهنا بقى شباب المكان اللي هو اللي انا بقول لك عليه، دي بقى العربة المعلقة، ودي عشان تشغلها لازم اللي انت تعمل لها استدعاء. يعني انت بتدخل المكان ده بتشغله عشان خاطر تجي لك العربه الناقله تاخدك وتعمل منها خروج. هي دي المكان الخروج اللي بقول لك عليه، دي اللي هي اسمها غرفه التحكم. لازم تشغلها عشان خاطر يجي لك طبعا العربه المعلقه عشان اللي انت تعمل خروج من خلالها. طبعا في نقطه خروج تانية فوق خالص، ده فوق في المبنى التاني اللي جنب ده، ده غرفه خروج كده لوحدها. طب انتوا شايفين كده شباب بتدخل المكان ده، دي العربه يا جماعه المعلقه. بص كده العربه جايه منين اهي، دي بتجي لك كده من ناحيه الجنب الثاني وبتيجي تقف بقى هنا في المكان ده، انت بتركبها عشان تعمل خروج منها. دي بقى شكل مختلف بقى زي نظام الطياره بتركبها، دي دلوقتي في عربه معلقه انت بتركبها. المكان بصراحه جامد جدا يا شباب، واللعبه طبعا لو بقت احسن من الاول بكتير جدا من السيزون الاول او الموسم الاول اللي انت لعبته. طبعا بتنتظر الوقت لما يعدي وبعد كده بتخرج بقى من خلال العربه المعلقه. في النهاية شباب دي كانت اخر حاجة عن الهضبة الشمالية، وان شاء الله برضو نعمل لكم فيديو تاني مختلف برضو عن الهضبة الشمالية في فيديوهات تانية بإذن الله. متنسوش الشباب تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة، وان شاء الله اشوفك في فيديوهات تانية كتيرة جدا. اشوفكم على خير وسلام.